فقد النادي الأهلي الاتفاق مع إدارة بتروجيت بشأن الحصول على خدمات حارس الفريق البترولي محمد الشناوي الذي تربى في قطاع الناشئين حتى رحل لطلائع الجيش في 2009، وتقرر الإعلان عن الصفقة رسميا بعد مباراة القمة أمام الزمالك السبت المقبل. التعاقد مع الشناوي جاء لتدعيم مركز حراسة المرمى في الأهلي في ظل اهتزاز مستوى شريف إكرامي. عالميا يواجه المنتخب الفرنسي نظيره الألماني في مباراة تكسير عظام في الدور نصف النهائي لبطولة أمم أوروبا يورو 2016. الديك الفرنسي يسعى للثأر من الماكينات الألمانية المتوجة على عرش كرة القدم في 2014، مباراة خارج التوقعات يحسمها من يجتهد في المستطيل الأخضر، ولكن تبقى حظوظ فرنسا البلد المضيف أعلى خصوصا في ظل الدعم الجماهيري والنقص العددي في المنتخب الألماني بسبب الإصابات. وفي البطولة ذاتها تأهل منتخب البرتغال إلى النهائي بفوزه على نظيره الويلزي بهدفين مقابل لا شيء في مباراة نصف النهائي. ثنائية البرتغال حملت توقيع النجم كريستيانو رونالدو ولويس ناني، وحققت البرتغال أول فوز في الوقت الأصلي في البطولة بعد 3 تعادلات في الدور الأول وفوز على كرواتيا بهدف في الوقت الإضافي بثمن النهائي، وفوز على بولندا بركلات الترجيح في ربع النهائي. إلى اللعبة البيضاء، حيث نجا الإنجليزي أندي موراي من انتقادة شرسة للفرنسي جو ويلفريد سونغا ليبلغ الدور قبل النهائي لبطولة ويمبلدون للتنس للمرة 7 بعدما فاز عليه 7-6 و6-1 و3-6 و4-6 و6-1. وسيلعب موراي البالغ من العمر 29 عاما في قبل النهائي مع التشيكي توماس بريدتش المصنف العاشر الجمعة المقبل. وإلى